طيب ممتاز، هل في قاعدة عامة لتوزيع الراتب أو توزيع المال؟ يعني بعضهم عنده دائرة مقسمة ثلاث أقسام أربع أقسام، في قاعدة عامة تنفع للجميع؟ كثير من الناس يعني كل ما زاد راتبه كل ما زاد دخله، كل ما زاد مصروفه عفوا. نعم. إذا أنت وقعت في هذا المطب أنه كل ما هو مستقبل من الراتب ومستودع بالمصروف، أنت هنا وقعت في عدم القدرة على التعامل مع المال بطريقة صحيحة، يعني لا تتعامل بطريقة جيدة مع المال. طب ما هو الشيء الصحيح؟ أنك أنت يكون عندك على الأقل 10% من دخلك يكون خاص بعملية الادخار. طب ما هو تعريف الادخار؟ حبس المال لإنفاقه في المستقبل، إنفاقه لشيء إيجابي أو إنفاقه للتعامل مع المخاطر. إذا زادت ما شاء الله تبارك الله مهارة الإنسان في الادخار، ترتفع هذه النسبة لتصبح 20% ادخار، 15% الادخار. في بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تصبح عنده ثلث إيرادات وثلث مصروفات وثلث ادخار، لكن نقول لو 10% يعني حتى طالب الجامعة لو استطاع أنه هو ينفق أو يدخر 10% من مصروف من إيراداته حاجة جدا ممتازة، فهي على الأقل أن يكون هناك 10% نسبة للادخار من يقوم بها الإنسان.